نشرة والأخبار من التلفزة الوطنية التونسية نستهلها بالعناوين. مجلس الوزراء يصادق على جملة من مشاريع الأوامر الرئاسية ذات الصبغة الاقتصادية، ورئيس الدولة يؤكد ضرورة وضع حد لما وصفه بانحلال الدولة وانحلال مؤسساتها. العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا تدخل أسبوعها الثاني، وتونس تصوت لصالح قرار أممي يدين التدخل الروسي في أوكرانيا. عملية الاكتتاب في القسط الأول من القرض الرقعي الوطني تسجل إقبالاً للمواطنين والمؤسسات، وتوقعات بتعبئة موارد مالية تفوق التقديرات المحددة. الثامنة من تونس، أهلاً بكم. خلال ترأسه للاجتماع الدوري لمجلس الوزراء الذي خصص للتداول والمصادقة على عدد من مشاريع الأوامر والمراسيم الرئاسية، أكد رئيس الجمهورية قيس سعيد على ضرورة وضع حد لكل محاولات العبث بمؤسسات الدولة وبمقدراتها، مشيرا إلى عدم صحة المساس من الحريات أو تقييدها. من قصر قرطاج ولدت رأسي أشغال اجتماع مجلس الوزراء، قال رئيس الجمهورية قيس سعيد إن الهدف من التدابير الاستثنائية التي تم اتخاذها هو تطهير البلاد مما سماه بالأضرار التي علقت بها منذ عشرات السنين، مشددا على ضرورة صد كل محاولات تسلل العابثين بمؤسسات الدولة وبمقدراتها. أعلم جيدا أنهم يتقلبون حسرة وكمدا، لأنه تم الشروع في وضع حد لعبثهم بمؤسسات الدولة، وسنواصل بحول الله تعالى تطهير البلاد، سنواصل عملنا وجهدنا لوضع حد لهذه الأوضاع. وتابع رئيس الجمهورية قوله بتوجيه أصابع الاتهام للبعض ممن شغلوا مناصب في الدولة منذ زمن لضلوعهم في تجويع الشعب والتنكيل به، والتأكيد على أنه لا صحة لادعاء البعض المساس من الحريات أو تقييدها. وليس هناك حد من الحريات كما يدعون وكما يرتمون في أحضان عدد من القوى الخارجية، بل ويتباهون بالصور التي تلتقط لهم مع دول خارجية، وبعد ذلك يقولون إنهم يعملون من أجل تحقيق السيادة الوطنية، ويتحدثون عن الدولة وعن سيادة الشعب. وعلى هذه الأرضية واصل رئيس الجمهورية تجديد التأكيد بأنه لا أحد فوق القانون، ودعوة القضاة إلى احترام القانون والمساهمة في إقامة محاكمات عادلة. نحن مع محاكمات عادلة، مع محاكمات عادلة، قضايا تتحرك فيها هذه اللوبيات للأسف، ولا يمكن أن يتواصل الوضع. في ختام أشغال اجتماع مجلس الوزراء وبعد التداول والمصادقة على عدد من مشاريع الأوامر والمراسيم، قال رئيس الجمهورية أنه سيتم خلال أيام إصدار مشروع مرسوم يتصل بالصلح الجزائي وتوظيف عائداته، ومشروع مرسوم آخر يتعلق بالشركات الأهلية، هذا إلى جانب إصدار مراسيم أخرى. ونوه بدور الدبلوماسية التونسية والمؤسسة العسكرية والطيران المدني في إجلاء التونسيين من أوكرانيا. ودعت وزارة الشؤون الخارجية والهجرة التونسيين بالخارج في بلاغ لها كل التونسيين الذين عبروا الحدود الأوكرانية إلى الاتصال بسفارتي تونس بالعاصمة الرومانية بوخارست والعاصمة البولونية فيرسوفيا لتأكيد بياناتهم، وذلك لإتمام عملية الإجلاء المقبلة في أقرب الأجال. وأكدت الوزارة أن خلية الأزمة المعنية بمتابعة أوضاع الجالية التونسية بأوكرانيا تواصل عملها على مدار الساعة بالتنسيق مع سفارات تونس في كل من العاصمة الروسية موسكو ورومانيا وفيرسوفيا، وكذلك مع المتطوعين التونسيين. وفي آخر التطورات الميدانية في الحرب الروسية على أوكرانيا وبعد استفحال الصراع الدائر وتصاعد وتيرة القتال، تستأنف موسكو وكييف جولة ثانية من المحادثات في بيلاروسيا.
في اليوم الثامن من العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا تشتد المعارك بين جيش البلدين في مدن عدة أبرزها العاصمة كييف وخاركيف شرقا وخيرسون جنوبا، في مؤشر يؤكد عزم موسكو على الذهاب في حربها على أوكرانيا حتى تحقق أهدافها. وذلك ما أكده وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف بقوله: سنذهب في حربنا على أوكرانيا إلى النهاية. نهاية سياسية وعسكرية، يبدو أن موسكو من ناحية وكييف والغرب من ناحية أخرى على طرفي نقيض بخصوصها، خاصة والبرلمان الأوكراني قد صادق على مرسوم رئاسي بخصوص التعبئة العامة. تناقض واختلافات حادة لم تعرقل الجلوس على طاولة المفاوضات واستئناف جولة ثانية من المحادثات في بيلاروسيا التي وصلها وفد أوكراني وفي جدول أعماله الاتفاق على وقف فوري لإطلاق النار وفتح ممرات إنسانية للسماح للمدنيين بمغادرة المناطق الواقعة على جبهات القتال. ومع انتهاء الأسبوع الأول من حرب عسكرية وأخرى نفسية يعلن فيها كل طرف حصيلة خسائر الطرف الآخر في سعي لإثبات تفوقه، تزداد معاناة النازحين واللاجئين الفارين من الحرب. وقد بلغ عددهم وفق مفوض الأمم المتحدة سامي لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي 1 مليون شخص، اجتاز الحدود الأوكرانية نحو البلدان المجاورة. أما من خير البقاء في أوكرانيا أو أجبر على ذلك، فقالت بخصوص مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ميشيل باشليت إن عشرات الملايين يواجهون خطر الموت المحدق. وكانت الجمعية العامة للأمم المتحدة قد تبنت أمس في دورة طارئة قرارا يدين التدخل العسكري الروسي في أوكرانيا، وقد صوتت تونس لصالح هذا القرار التزاما بمبادئ جمعية الأمم المتحدة التي انبنت عليها سياسة تونس الخارجية. لقد صوتت تونس لصالح القرار اليوم انتصارا لمقاصد ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة التي انبنت عليها سياستنا الخارجية، وتأكيدا لحرص بلادنا على إنهاء الأزمة باستعمال الوسائل السلمية لفض النزاعات. بعد أن أكد أن تصويت تونس لصالح قرار الجمعية العامة الذي يطالب روسيا بوقف التدخل العسكري الروسي في أوكرانيا يأتي انتصارا لمقاصد ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة التي انبنت عليها سياستها الخارجية، طالب مندوب تونس لدى الأمم المتحدة طارق الأدب جميع الأطراف بالسماح بالمرور الآمن وغير المشروط للمدنيين والمنظمات الإنسانية وبتيسير وصول المساعدة الإنسانية. لقد شهد العالم ما يكفي من ويلات الحروب والأزمات بكل تداعياتها المدمرة على حياة الناس وعلى السلم والأمن، كما علمتنا تجارب الماضي البعيد والقريب أن الخيارات العسكرية لا تحل أي أزمة، وأن الحوار والمفاوضات كفيلة بتسوية كل الخلافات وإيجاد الحلول التوافقية لها. كما لفت مندوب تونس لدى الأمم المتحدة إلى أن الأزمة الحالية في أوكرانيا تأتي في وقت بدأ العالم فيه يحاول التعافي من تداعيات جائحة كوفيد والتأسيس لمرحلة جديدة. قوامها التعاون والتضامن والانخراط الفاعل في تعزيز العمل المتعدد الأطراف وتحقيق أهداف أجندتنا المشتركة. ودعت تونس في الوقت ذاته إلى التعامل مع مختلف القضايا العادلة بمقياس واحد قائم على أساس مبدأ الوحدة من أجل السلام، حتى تتمكن الشعوب من استرداد حقوقها المشروعة وفقا للمرجعيات الدولية وبناء عالم أكثر عدلا وسلاما واستقرارا. وباعتبار أن الأمن والسلم الدوليين كل لا يتجزأ، فإن تونس تدعو إلى التعامل مع مختلف القضايا العادلة بمقياس واحد حتى تتمكن الشعوب من استرداد حقوقها المشروعة وفقاً للمرجعيات الدولية وبناء عالم أكثر عدلاً وسلاماً واستقراراً. وكانت تونس قد دعت في 25 فبراير جميع الأطراف المعنية بتطورات الأحداث في أوكرانيا إلى العمل على تسوية أي نزاع بالطرق السلمية، وذلك من منطلق مواقفها الثابتة بضرورة تغليب منطق الحوار كأفضل السبل لفض النزاعات بين الدول. والحديث عن هذا الموضوع وتحليله يحضر معنا في الاستوديو أستاذ القانون العام الداخلي والقانون الدولي توفيق بوعشبة. سيد بوعشبة أهلا بك وشكرا جزيلا لك على قبول الدعوة. بداية، تونس تصوت لصالح قرار أممي يدين التدخل العسكري الروسي في أوكرانيا، ما هي قراءتك الأولية لهذا العنوان؟ قراءتي الأولية
هو أن هذا القرار أو تصويت تونس لفائدة مشروع القرار هو موقف وتصويت حكيم، أصفه بهذه الصورة. لماذا؟ لأن في عرض هذا الموضوع على مجلس الأمن في البداية، تعرف كان من الصعب اتخاذ قرار بخصوص ما حصل بين أوكرانيا وروسيا، اتخاذ قرار لأن هناك حق الفيتو الذي تتمتع به دول دائمة العضوية في مجلس الأمن، هي 5 دول منها روسيا. إذن ماذا حصل؟ تم الرجوع إلى آلية ما يسمى بآلية دين أتشيزن أو آلية تحويل الملف من مجلس الأمن إلى الجمعية العامة، لأن هناك رغبة وإرادة في المجتمع الدولي على أوسع نطاق ممكن أن تكون هناك إدانة لما قامت به روسيا تجاه أوكرانيا بدون الرجوع إلى الخلفيات، لأن روسيا عندها اعتبارات خاصة بها، وأوكرانيا هي مهما كان الأمر مستهدفة بعمليات حربية تقوم بها روسيا تجاهها. ومجلس قلت بالأحرى الجمعية العامة تم فيها عرض مشروع القرار الذي اتخذ بال 2 مارس يعني يوم الأربعاء، وهذا المشروع يمكن القول أنه حصل على أغلبية كبيرة، لأنه مهما كان الأمر كان يتطلب أغلبية بثلثي الأعضاء لأن مسألة جوهرية وليس مسألة شكلية، وعلى 193 دولة أعضاء وأعضاء طبعا أيضا بالجمعية العامة، هناك 141 دولة صوتت لصالح هذا القرار. طيب. وبالتالي 141 دولة يعني شيء عدد كبير جدا. تونس في تقديري كان عليها أن تصوت لصالح هذا القرار. طيب في هذا الإطار طبعا تونس لها صوتها في المنتظمة الأممي كالعادة وكالمعتاد، ولكن هناك من يتساءل هل كان لابد لنا من التصويت في هذا المنتظم؟ شوف، التصويت ضروري بصورة أو بأخرى، هناك 3 أنواع من المواقف: إما أن تصوت لفائدة القرار، هو مشروع قرار يصبح قرار فيما بعد، إما أن تصوت لفائدة ما هو معروض، أو أن تمتنع، أو أن تصوت ضد. هل أنا لا أتصور أن من مصلحة تونس في هذه المرحلة وفي هذا الوضع الذي تعيشه تونس، لا أتصور أنها أن من مصلحتها أن تمتنع عن التصويت أو أن تصوت ضد، هذا غير مطروح إطلاقا. إذن يتبقى لها أن تصوت مع مشروع القرار. طيب. وهذا ما حصل. الدول مثلا تقريبا الدول العربية كلها باستثناء الجزائر والعراق والسودان، 3 دول امتنعت عن التصويت. هي حتى الصين امتنعت عن التصويت. الهند، باكستان، الدول العظمى أيضا أخرى. فكان على تونس أنا في رأيي، وهذا هو الموقف الحكيم، أن تصوت لصالح القرار. في هذا الإطار هناك من يرى انتصارا لمبادئ ميثاق الأمم المتحدة كنبذ استعمال القوة، كإنقاذ الشعوب من الحروب وعديد النقاط الأخرى في هذا الميثاق، وهناك من يعتبره ما سمي بالاصطفاف مع ما سمي بالمعسكر الأوروبي والأمريكي أو المعسكر الغربي الأمريكي. هو في الحقيقة القرار جاء بعنوان العدوان الروسي على أوكرانيا، صحيح في العنوان يعني هذا فيه توجه معين، لكن من صوت لفائدة القرار لا يعني أنه بالضرورة ضد روسيا. ناخذ مثال تركيا. تركيا صوتت مثل تونس لصالح القرار، وتركيا تعلن في نفس الوقت أنها صديقة لروسيا وصديقة لأوكرانيا. فالتصويت لهذا القرار لا يعني معاداة طرف معين، وبالتالي هو موقف المجتمع الدولي، مع الملاحظة أن هذا القرار، قرار الجمعية العامة، هو قرار غير ملزم. غير ملزم. نو كونترينيو. لكن عنده قيمة معنوية. طيب. ما هو موقعنا اليوم من التوازنات الجيوسياسية، الجيوستراتيجية ربما في ظل ما يحدث الآن في أوكرانيا؟ والله موقع تونس كموقع عديد الدول لا يجب لا أن نبالغ ولا أن نقول ربما أمور لا تنسجم مع الواقع الدولي. نعم. تونس تعيش مرحلة صعبة، وتونس عليها أن تحافظ على العلاقات الجيدة مع أكبر قدر من الدول. وتونس يعني
عليها أن تستمر ربما في هذه الدبلوماسية التي يجب أن تكون دائما رصينة، والدبلوماسية الرصينة هي التي تخدم مصلحة الدولة التونسية. أين تكمن الدولة مصلحة الدولة التونسية مع التقليد قائم بالنسبة للدولة التونسية منذ الاستقلال أنها الدولة دولة قانون دولي إن صح التعبير، كما عندنا دولة قانون في الداخل نكون دولة قانون دولي بالنسبة للخارج. يعني تونس تكون من الدول التي تكون دائما مع القانون الدولي، مع ميثاق الأمم المتحدة، مع مصادر أخرى للقانون الدولي، وهذا الأفضل بالنسبة لتونس أنها تكون عندها دبلوماسية وسياسة خارجية تخدم مصالح تونس، خاصة أن تونس تعيش اليوم مرحلة صعبة، وحتى إن كانت تعيش مرحلة عادية لا نجد فيها يعني الصعوبات التي هي قائمة اليوم، دائما أفضل سياسة هي التي تكون منسجمة مع القانون الدولي. نعم. طيب وأنت أستاذ سيد أبو عشبة، المصطلحات اليوم في التوصيف تتغير وتختلف من يعني عملية عسكرية روسية على أوكرانيا، تدخل روسي في أوكرانيا، هل يمكن لنا اليوم أن نطلق عليها اسم حرب روسيا على أوكرانيا؟ هي مصطلحات كما استفضلت، يعني صحيح هي مصطلحات. أود أن أوضح أن مصطلح الحرب في القانون الدولي الإنساني مثلا، وهو قانون النزاعات المسلحة، مصطلح الحرب لم يعد مستعملا، أي يعتبر مصطلح قديم تقليدي، والمصطلح الأحدث هو مصطلح النزاعات المسلحة. نحن في الحالة بين أوكرانيا وروسيا بدون شك في حالة نزاع مسلح، ونزاع مسلح ذو طابع الدولي، لأن هناك النزاعات المسلحة ذات الطابع الداخلي وهناك نزاعات المسلحة ذات الطابع الدولي. لذا في القرار الذي اتخذته الجمعية العامة والذي نحن بصدده منذ حين، هناك إشارة أو حتى تركيز على ضرورة احترام القانون الدولي الإنساني، وهذا يخص الطرفين المتنازعين وأكثر من ذلك الجميع. كذلك هناك دعوة إلى احترام ما جاء به البروتوكول الإضافي، اتفاقية جنيف أولا لعام 1949، والبروتوكول الإضافي الأول لاتفاقية جنيف الأربعة، وهذه النصوص، هذه السكوك الدولية، هذه المعاهدات لا تستعمل عبارة الحرب، تستعمل عبارة النزاع المسلح. مع الملاحظة حتى في إطار الجمعية العامة مؤخرا يعني هذه الأيام، روسيا لا تستعمل مصطلح الحرب، تستعمل مصطلح العمليات العسكرية الخاصة، des opérations militaires spéciales، وكانت تريد أن تبتعد عن مفهوم الحرب حاليا. واضح. وكان هذه بداية ربما على أمل أن يتم ربما حسم هذا النزاع بصورة سلمية كما يشير إليه. نعم. ويطالب به القرار. نعم، أشكرك أستاذ القانون العام الداخلي والقانون الدولي توفيق بوعشبة، شكرا جزيلا لك. العفو، شكرا. إذن مشاهدينا الكرام، انطلقت عملية الاكتتاب في تونس في القسط الأول من القرض الرقعي الوطني للسنة الحالية المقدرة قيمته ب 350 مليون دينار، وتشير التوقعات الأولية إلى نجاح هذا القسط الذي تتواصل عملية تعبئته إلى حدود 16 من مارس الجاري، لتتجاوز التقديرات المحددة 500 مليون دينار. تلبية لنداء الواجب الوطني حول دعم موارد ميزانية الدولة لسنة 22 و2000، توجه عدد من المواطنين إلى مقر وسيط بالبورصة للمساهمة في القسط الأول من القرض الرقاعي الوطني بما تيسر من مكتسباتهم المالية. أنا اليوم شاركت في القرض الرقاعي بمبلغ 2000 دينار في الصنف A، نظرا لنسبة الفائدة مشجعة، وان بلوس باش نعاونوا بلادنا في ظرف الظروف الصعبة هذه. أنا من الأشخاص الطبيعيين عندهم صنف A، أما أنا اخترت صنف B اللي خوالي زاد المساهمة والمشاركة في الصنف F. نسبة الفائدة نسبة مهمة ومشجعة، معناتها باش الناس تساهم وتجي تشارك معناتها في الاكتتاب اللي هو معناتها واجب وطني. ولمزيد تعبئة موارد هذا القسط من الاكتتاب، استقبلت أيضا فروع بنكية عددا آخر من المكتتبين من فئات الأشخاص الطبيعيين وأيضا من ممثلي المؤسسات. شاركت ب 3000 دينار في القرض الرقاعي هذايا، وهذايا راهو من باب المسؤولية والوطنية باش نعاونوا موارد الدولة. أنا ساهمت راهو في عام 2021 ورقيت عملية ربحية،
وذاك علاش دونك عاود جددت في 2022، خاصه وانه راه نسبه الفائده زادت تحسنت شوي. شاركنا قبل في القرض الايقاعي 2021، وان شاء الله السنه حاضرين في 2022 بما هو قيمه اكثر من 2 مليون دينار بفائض قار وفائض متغير. هي جملة من المبالغ المالية التي ساهم بها عدد من المواطنين في هذا القسط الذي تعمل جهات مالية على تعبئة موالده المقدرة ب 350 مليون دينار. الوسطاء بالبورس متجندين باش ينجحوا العملية هذية، وزاد خدمنا شوية على الاتصال أكثر شوية باش المعلومة توصل أكثر للمواطنين، خاطر لاحظنا انه المرات السابقه المواطنين ما كانوش عندهم علم ياسر بالعمليه وجودها. الناس كل امبليكي في الحكايه هذه كوسطاء للسوق الماليه كبنوك لازم ننجحوا العمليه هذه. اتصلنا بجميع اصحاب الاموال من الشركات نتاعنا من الاشخاص الطبيعيين، ولقينا عنده صدات رحب باش يشارك بصفه فعاله في القرض الايقاعي هذا. وبناء على تعهدات العديد من المواطنين والمؤسسات بالاكتتاب، تشير التوقعات الى تعبئه موارد تفوق القيمه المحدده لهذا القسط. حسب الاتصالات نتاعنا فما رغبه اللي تخلينا نقولوا لي بقدرة ربي باش نفوتوا المبلغ الأدنى المطلوب اللي هو كان 350 مليون دينار. فما أكثر وعود رسمية، مش وعود، وعود رسمية نوصلوا حتى أكثر من 500 ألف دينار في المساهمة هذه. التطمينات نتاعنا هي نسبة الفائدة اللي أعطتها الدولة اللي هي تتراوح بين 8.8 إلى 9.1 أعلى نسبة في الفائض، وهذا هو الضمان الكافي للدولة اللي كون تكون في عنده مردودية للأصحاب مؤسسات والأشخاص الطبيعيين. ووفقا لمهر زوالي المدير العام للتونسية للمقاصة، الهيكل الذي يشرف على تجميع الاكتتابات الوطنية، فإن نقابة التوظيف التي تضم عددا من وسطاء البورصة ومن الفروع البنكية أكدت أنه إلى حد اليوم تقدر قيمة تعهدات المؤسسات والمواطنين للمشاركة في هذا القسط ب 517 مليون دينار. كما أكد مدير التونسية للمقاصة أنه مع انطلاق عملية الاكتتاب اليوم تم تسجيل إقبالا لمكتتبين جدد ما يمكن من تعبئة موارد لتغطية الإصدار تفوق القيمة المحددة من الدولة لهذا القسط، وأيضا تتجاوز تعهدات نقابة التوظيف. سلمت رئيسة الحكومة نجلاء بودن في قصر الحكومة بالقصبة 5 مشاريع لإنتاج الكهرباء اعتمادا على الطاقات النظيفة للحد من العجز الطاقي وتحقيق أهداف التنمية المستدامة في حدود 30 و2000. بقيمة جملية للاستثمارات بلغت 1200 مليون دينار تنطلق هذه السنة 5 مشاريع لإنتاج الطاقات النظيفة، وذلك لدعم المجهود الوطني لبلوغ أهداف التنمية المستدامة في حدود 2030. وقد سلمت رئيسة الحكومة نجلاء بودن جملة اتفاقيات المشاريع في قصر الحكومة بالقصبة، حيث أكدت أن تونس تسعى لبلوغ عدة أهداف استراتيجية عبر دعم مثل هذه المشاريع. الانتقال الطاقي يهدف إلى بلوغ الأمن الطاقي، خاصة وسط الارتفاع غير المعهود لأسعار المحروقات اليوم، وإيجاد حلول للعجز الطاقي الهيكلي الذي بلغ في 2020 حدود 57%. ونحن نهدف إلى بلوغ إنتاج نحو 30% من المزيج الطاقي من مصادر الطاقة المتجددة في غضون 30 و2000، وهو ما يعني إنتاج نحو 4 ميجاوات من الكهرباء من الطاقة النظيفة. 5 مؤسسات دولية ستكون رائدة في مجال إنتاج الطاقات المتجددة تسلمت اتفاقيات مشاريع لإنتاج 500 ميجاوات من الكهرباء لفائدة الشركة التونسية للكهرباء والغاز في كل من ولايات القيروان وسيدي بوزيد وتوزر وتطاوين وقفصة. عندنا معناها 3 مؤسسات من النرويج، مجمع صيني إماراتي ومجمع فرنسي مغربي. عندنا 200 ميجاوات في تطاوين، 50 ميجاوات في توزر، 50 ميجاوات في سيدي بوزيد، 100 ميجاوات في قروين، و100 ميجاوات في قفصة، عن طريق شراكة فيها معناها مؤسسات مانحة عالمية كما البنك العالمي، كما الإف سي، كما البنك الأوروبي للاستثمار برو باركو والبنك الدولي. ومن المنتظر أن تساهم هذه المشاريع في التخفيض من العجز الطاقي عبر خفض الواردات الطاقية ب 6% من الغاز هذه السنة، إضافة إلى خلق عديد فرص التشغيل.
بصفة مباشرة أو غير مباشرة باش تمكننا من خلق أكثر من 2000 موطن شغل، وإن شاء الله باش هذه تمكننا من أنه نقتصدوا ما يفوق 130 مليون دينار سنويا من معناها وقت تدخل هالمحطات هذه حيز الاستغلال، حيز الإنتاج ولا حيز الاستغلال، وبالطبيعة هي إنتاجها باش يتم معناها بيعه للشركة التونسية للكهرباء والغاز، دونك احنا نستعملوا شبكة شركة التونسية للكهرباء والغاز. تحدثنا على 500 ميجاوات، لكن عندنا كذلك 300 ميجاوات من طاقة الرياح كيف كيف معناها قاعدين إن شاء الله باش يتم إنجازهم، وعندنا أكثر من 100 ميجاوات في معناها في خلال من معناها في مشاريع صغيرة بين الواحد والعشرة ميجاوات. وفي إطار دعمها للتنمية المستدامة في تونس عبر الشركاء المليون في هذه المشاريع عن دعمهم لمسار الانتقال الطاقي من أجل بلوغ مزيد من النجاعة في هذا المجال. تعاوننا مثمر وسيستمر بالتوسع، والبنك الإفريقي للتنمية سيواصل دعمه لتطبيق كل الاتفاقات المتعلقة بهذه المشاريع وغيرها من أجل مساندة تونس في استراتيجيتها الطموحة للانتقال الطاقي. هذا المسار يحتاج إلى كثير من الوقت، ولكننا نعول على نجاح هذه التجربة من أجل الإسراع في تحقيق أهداف تونس في وضع مزيد من مشاريع الطاقات النظيفة، ونأمل في أن تضع تونس مشاريع مماثلة لدعم إنتاج المياه ورسكلة النفايات، وذلك في إطار شراكة بين القطاعين العام والخاص. كما أعلنت رئيسة الحكومة عن إطلاق طلبات عروض بداية من هذه السنة لإنتاج 1500 ميجاوات من الطاقة الكهربائية من الطاقات المتجددة، وذلك في إطار مسار للانتقال الطاقي في السنوات القادمة. في موضوع آخر الآن، وفي ظل عدم وضوح الرؤية بشأن الإجراءات المتعلقة بموسم العمرة وعدم تفعيل العقود المبرمة بين وكالة الأسفار والجهات المعنية بتنظيم العمرة، يواجه المعتمرون والمهنيون إشكاليات بالجملة. حوالي 50,000 معتمر في الانتظار مقابل عدد ضئيل من وكالات الأسفار المتعاقدة مع الجهات المعنية بالعمرة، وضعية من شأنها تخلق كتلة أزمات، منها ما يتعلق بالمعتمر ومنها ما يمس نشاط وكلاء الأسفار. شفنا معتمرين في المطارات يستنوا في التأشيرات وما سافروش، شفنا وكالة أسفار تكبدت خسائر مالية بمئات الآلاف من الدنانير باعتباره أنه التأشيرات ما وصلتش في الوقت، وصلت بعد تاريخ الرحلة. طلبنا من سلطة الإشراف اللي موجودة في اللجنة الوطنية الحاجة والعمرة، قلنا لهم راهو شوف هذه السابقة أول مرة تصير أنه يقع أمضاء وقتها كان شي 4 عقود، نطلب منكم أما تأجيل انطلاق موسم العمرة أو عدم منح الوكالة الأسفار اللي تم تفعيل العقود الأموال والتحويلات المالية في انتظار أنه يقع تفعيل على الأقل 50% من العقود، نضمن حق المعتمر زي كيف كيف في الاختيار والمنافسة الشريفة. إذا كان يكون ثم 3 أطراف يقول لي ما أنت ثم مونوبول ثم احتكار، ولو أنه قانوني لكن هو مش يؤدي إلى لهفة كبيرة برشا، وتعرف أنت اللهفة هذه شطرتها بعدها. أكثر من 70 وكيل أسفار مباشر و300 آخرين غير مباشرين معنيون بتسريع تفعيل العقود، وحسب رئيس الجامعة التونسية لوكالات الأسفار والسياحة من المنتظر استكمال توقيع بقية العقود خلال أسبوع، وهو ما يدعو إلى حسن الاستعداد والإعداد. تم اتصال بنا من قبل القنصل المملكة العربية السعودية، وأعلن رسميا أنه تم عقود تفعلت، تم عقود جاية لهنا، ونتخيلوا من هنا نهاية الأسبوع سيقع تفعيل باقي العقود. زملائنا من أصحاب وكالات الأسفار نقول لهم ماذا بينا ما نشوفوش مظاهر متاع معتمرين متواجدين في المطارات بدون تأشيرات، نبو زادة كيف كيف أي خطأ راهو ينجم يترتب عليه مسائل مسائلة قانونية، وهذه ما نحبوهاش زادة كيف كيف. وبعد عامين من توقف رحلات العمرة إلى البقاع المقدسة، دعا السيد جابر بن عطوش إلى تغليب المصلحة العامة بانخراط الناقلة الوطنية وحتى الخطوط الجوية التونسية الخاصة لتقليص تكاليف العمرة والحد من نزيف العملة الصعبة. نفذت مصالح الفرع الجوي لوكالة حماية وتهيئة الشريط الساحلي بولاية سوسة قرارات هدم وإزالة لعدد من المباني والإحداثات التابعة لبعض النزل بالمنطقة السياحية بسوسة التي استحوذت على الملك العمومي البحري بدون أو دون وجه حق أو ترخيص، وذلك بمعاضدة من أعوان الحرس البحري والأمن الوطني بسوسة وعناصر الشرطة البلدية بسوسة.
وبين كريم بلحوش عن الحرس البحري بسوسة في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء أن تنفيذ هذه القرارات يأتي في إطار استكمال القرارات الصادرة عن بلدية سوسة ضد عديد النزل السياحية التي قام أصحابها سابقا بحيازة أجزاء من الملك العمومي البحري دون وجه حق قانوني. وأكد أنه سيتواصل تنفيذ قرارات استرجاع الملك العمومي البحري في سوسة في قادم الأيام باعتبار أن الخروقات الحاصلة من تعد على الملك العمومي البحري وغيرها من مناطق في ولاية سوسة لا تموت بالتقادم وفق تعبيره. تعيش ولاية مدنين وعلى مدى أسبوع على وقع إحياء الذكرى السادسة لملحمة بنقردان بتنظيم من النقابة الجهوية لقوات الأمن الداخلي ببنقردان وبمشاركة المجتمع المدني ومختلف التشكيلات الأمنية والعسكرية في الجهة. في تواصل لفعاليات التظاهرة الدولية لإحياء الذكرى السادسة لملحمة بنقردان الخالدة، عروض متعددة العناصر والفقرات الفرجوية أعدتها النقابة الجهوية لقوات الأمن الداخلي ببنقردان تجسيما لما قدمته الأسرة الأمنية والديوانية والعسكرية من تضحيات وتخليدا لهذه الملحمة. حسب إمكانياتنا طبعا نحاول أن نقدم إضافة في الذكرى السادسة لملحمة معناها الأبطال الملحمة اللي حكيت عليها الناس الكل حكي عليها العالم الكل، ولكن للأسف ما نلتش معناها حظوظها في معناها في التوثيق متاعها. والمساج اللي نحب نوصله بالنسبة لنا احنا لولا تكاتف جهود المؤسسة الأمنية والعسكرية والمواطنين الشرفاء ما كانش باش تتسطر ملحمة اسمها ملحمة بنقردان. رسالة تلاحم وتآزر شعب واحد رو متجانس، وملحمة سطرت في 2016 وقسوا وتم منها احباط مخطط دخول داعش على سوار مدينة بنقردان الأبية الخالدة. تظاهرة شهدت مشاركة عدد من رياض الأطفال وقاعات الرياضة الفردية المختصة بمعتمدية بنقردان التي جسدت تفاصيل الملحمة في عروض ثقافية ورياضية استعراضية فرجوية. صحيح اليوم كرياضيين لكن رانا مواطنين بدرجة أولى باش نكونوا مواطن رقم واحد في التصدي للإرهاب وكل ما يمس بالأمن القومي للبلاد. ردة فعل طبيعية وردة فعل حست الشعب التونسي اللي هو شعب روقوي. شاركنا معاكم وقت الملحمة نتاع بنقردان بأولادنا الأمناء اللي جاوا هوني في المدد العسكري والأمني، وعشنا معاكم نفس الرعب ونفس الوجيعة نفس الخوف اللي عشتوه هوني في بنقردان، وكان لي الشرف انه خويا كان من الامن اللي موجود في بنقردان ايامات الملحمة. ملحمة تتواصل تفاصيل احيائها على مدى اسبوع بين الندوات الفكرية والعروض الفرجوية والملاحم الشعرية والسهرات الفنية، بالإضافة إلى التنشيط الرياضي والشبابي لشباب وأطفال معتمدية بنقردان لتختتم في 7 مارس بالاحتفال الوطني الرسمي. في أخبار الرياضة، انتزع نجم المتلوي فوزا ثمينا من ضيف النادي الصفاقسي بنتيجة 2-1 في مباراة مؤجلة من الجولة 8 لبطولة رابطة المحترفة الأولى لكرة القدم جمعتهما مساء اليوم. وسجل رياض الفريوي وعلاء الدين قمش 2 نجم المتلوي، في حين تحقق هدف النادي الصفاقسي الوحيد بواسطة هشام النقاش. تعاقد نادي البنزرتي مع المدرب سامي القفصي للإشراف على فريق أكابر كرة القدم خلفا لسفيان الحدوسي حسب ما أكده مصدر من هيئة البنزرتي التسييرية. وسيشرع سامي القفصي في مهامه على رأس الإطار الفني للفريق انطلاقا من حصة تمارين يوم الجمعة. أعلن الاتحاد العربي للسباحة في ختام اجتماعه اليوم بتونس العاصمة تثبيت إقامة البطولة العربية لكرة الماء بتونس خلال شهر نوفمبر القادم. ومثل اجتماع الاتحاد العربي للسباحة فرصة لضبط الرزنامة السنوية لمختلف المسابقات المقررة خلال العام الحالي، وفي مقدمتها البطولة العربية للسباحة التي ستستضيفها مدينة وهران الجزائرية في جويليا المقبل. هي إشارة أنه الدعم بتاع الجامعة العربية في تنظيم البطولات وتنظيم السباقات
هذا يخلينا فخورين وان شاء الله باش ننظموا بعض المسابقات في تونس من كرة ماء وسباحة. هذا باش نشوفوا على مدى قريب. برنامج هذا العام سيكون حافل إن شاء الله أيضا بعدد من الدورات التكوينية والمؤهلة للمدربين والحكام العرب، وأيضا تم تحديد إقامة دورات تأهيلية للحكام على هامش الدورات الرياضية التي ستقام في وهران أو في تونس وكذلك دولة الكويت. بعد مباشرة بعد ألعاب البحر المتوسط من 20 إلى 23 راح نديروا البطولة العربية في مدينة وهران، وراح نستغلوا المنشآت الجديدة اللي إن شاء الله تحتضن الألعاب البحر المتوسط. مدينة وهران هي عن المدينة الثانية في الجزائر. وفي كرة القدم الأوروبية، واصل نادي ليفربول عروضه القوية بتحقيق التأهل للدور الربع النهائي من مسابقة كأس الاتحاد الإنجليزي، فيما بلغ لايبزيغ الدور نصف النهائي من مسابقة كأس ألمانيا. تأهل نادي ليفربول للدور الربع النهائي من مسابقة كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم إثر تغلبه على نورويتش سيتي بهدفين مقابل هدف واحد. ففي غياب نجميه محمد صلاح وساديو ماني، فرض الياباني تاكومي مينامينو نفسه أحد نجوم المباراة بتسجيل هدفي ليفربول في الدقيقتين 27 و39. أما هدف نورويتش الوحيد فتحقق عبر لوكاس روب في الدقيقة 76. كما بلغ نادي ساوثامبتون الدور الربع النهائي من مسابقة كأس الاتحاد الإنجليزي بفوزه على ويستهام بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد في قمة لقاءات الدور ثمن النهائي. ساوثامبتون تقدم بهدف سجله روماند برود في الدقيقة 31، غير أن ويستهام نجح في تحقيق التعادل عن طريق ميشيل أنطونيو قبل أن يحسم ساوثامبتون مسير بطاقة التأهل للدور الربع النهائي بتسجيل هدفين بواسطة جيمس براوس من ضربة جزاء وأرماندو أبروخا. وفي مسابقة كأس ألمانيا لكرة القدم، أكمل لايبزيغ عقد الفرق المتأهلة للدور نصف النهائي عندما تغلب على هانوفر بأربعة أهداف دون رد، وتناوب على تسجيل أهداف لايبزيغ كريستوف كونكو في مناسبتين وأندري سيلفا وكوتارد لايمر. وكان نادي فريبورغ بلغ الدور ذاته بانتصاره على بوخوم بنتيجة هدفين مقابل هدف واحد، وتحقق هدف فريبورغ عبر بيترسين ورونالد سالي في حين سجل سيباستيان بولتير هدف بوخوم الوحيد. نهاية النشرة مشاهدينا الكرام، وهذا تذكير بأبرز ما جاء فيها في هذه العناوين. مجلس الوزراء يصادق على جملة من مشاريع الأوامر الرئاسية ذات الصبغة الاقتصادية، ورئيس الدولة يؤكد ضرورة وضع حد لما وصفه بانحلال الدولة وانحلال مؤسساتها. العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا تدخل أسبوعها الثاني، وتونس تصوت لصالح قرار أممي يدين التدخل الروسي في أوكرانيا. عملية الاكتتاب في القسط الأول من القرض الرقاعي الوطني تسجل إقبالاً للمواطنين والمؤسسات وتوقعات بتعبئة موارد مالية تفوق التقديرات المحددة. أشكر انتباهكم مشاهدينا الكرام، إلى اللقاء.